السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن فنان جميل كلنا حافظين شكله بس مش عارفين اسمه. هو في الحقيقة كومبارس، لكن من أهم الكومبارسات في السينما، وما قدرش الفنان محمد عبد الوهاب يكمل الأغنية غير لما حضر الفنان ده. عشان تعرف الحكاية اشترك في القناة وفعل الجرس ويلا بينا. اتولد الفنان صفا محمد واللي اشتهر في السينما المصرية باسم صفا الجميل يوم 27 من شهر فبراير سنة 1907 في محافظة القاهرة. وفي عام 1935 اكتشفوا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وقدمه في فيلم دموع الحب، وبعد كده اكتشف فيه الفنان الراحل نجيب الريحاني موهبة كوميدية فخلاه يشارك معاه في فيلم سلامة في خير في سنة 1937. قدم عدد كبير من الأفلام في السينما المصرية وشارك في بطولة فيلمين من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وده طبقا لاستفتاء النقاد في عام 1996، وهم سلامة في خير في عام 1937 وفيلم العزيمة في عام 1939. واسمه الحقيقي صفا الدين حسين زكي فيضي، واشتهر في الوسط الفني باسم صفا الجميل أو صفصف. كمان اشتهر باسم نوفل بين زمايله في الكواليس وبين مجموعة من الجماهير. كان صفا الجميل بيعاني من تقل في اللسان، ولكن كلامه كان مفهومه واضح، وانتشرت إشاعة انه كان بيعاني من إعاقة ذهنية لانه مثل العديد من ادوار الغباء، ولكنه كان شخصية ذكية واستطاع انه يرسم البهجة على وجوه الجماهير حتى في ادواره الصامتة. وفي منتصف الثلاثينيات بدأ الفنان صفا الجميل عمله في مجال السينما لما قدمه الموسيقار محمد عبد الوهاب في فيلم دموع الحب، وبسرعة كبيرة قوي حبوه زمايله في الوسط الفني، وده لأنه كان وديع وطيب القلب، وقدر كمان أنه يكسب قلوب المشاهدين لغاية ما بقى من أهم وأشهر الكومبارس في السينما المصرية. اشتهر صفا الجميل بالطيبة والوداعة زي ما قلنا، وكان تميمة الحظ لعدد من النجوم الكبار زي محمد عبد الوهاب اللي كان بيتفائل لما كان بيشوفه، لدرجة أنه في مرة اضطر لإعادة تسجيل إحدى أغانيه أكثر من مرة وما قدرش يسجلها بشكل صحيح إلا لما جه الفنان صفا الجميل. الفنان صفا الجميل وقع في حب الفنانة ليلى مراد وكان نفسه يعترف لها بحب ليها، لكن كان بيفتكر إنه مش جميل فيرجع اللي في دماغه. وكان أول لقاء يجمعه هو وليلى مراد في فيلم يحيى الحب، ومن ضمن المواقف اللي حصلت معاه إنه كان معتقد برضو إن الفنانة أسمهان بتحبه، وده لأنها كانت بتحرص على وجوده معاها في الاستوديو في كل أعمالها، لكن في الحقيقة إن أسمهان كانت بتحبه حب إنساني وبتعتبره أيقونة الحظ في حياتها. ومن أهم أعمال الفنان الراحل صفا الجميل فيلم دموع الحب في عام 1935، فيلم قصير بعنوان حفل استوديو مصر في عام 1935، وقدم دور التلميذ عبد الله في فيلم سلامة في خير 1937، وكمان جسد شخصية مهرجة السلطان في فيلم شيء من لا شيء سنة 1938، وقدم شخصية التلميذ الفاشل في فيلم سلفني 3 جنيه سنة 1939، وفيلم العزيمة في عام 1939 مع الفنانة فاطمة رشدي، وفيلم إلى الأبد عام 1941، وكمان قدم دور فصيح في فيلم جوهرة عام 1943، وقدم دور تلميذ في فيلم المغني المجهول عام 1946، وكمان قدم دور شلبي في فيلم اليتيمين في عام 1943. كمان شارك في فيلم الدنيا لما تضحك في عام 1953، وقدم دور حنفي في فيلم اسماعيل ياسين في متحف الشمع كان عام 1956. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.